سؤال؟ ايه تمام تمام شو هالفرح كله هيدا اليوم؟ ليه؟ بتحسك مبسوط؟ مبسوط ايه اليوم؟ عيد ميلاد مرتي اليوم. اها بتكون مبسوط؟ ايه لازم ازعل يعني؟ لا انه بس انه بتحبها هالقد انت مبسوط لانه اليوم عيدها؟ لا مبسوط لانه انا عم سوي وهو عيد ميلادها، هيك بهرب من الكادو لانه مرتي هيك بطنش يعني، بكره انه خلص بطل عيدها بطنش، عرفت؟ اها هديك النهار عيد زواجنا قعدت 3 ايام بالفرش كرمال ما تجيب لك كادو. لا نسيت انه ايه من هي بدها كادو لذكرى امتى تعرفنا على بعض، مظبوط، وكادو ذكرى امتى خطبنا بعض، وبعدين امتى تجوزنا بعض، وامتى خلفت اول بيبي، وهلا بعدين امتى خلفت تاني بيبي، ذكرى النكبه بدها كادو، حيلا شي بدها كادو، عرفت؟ فانه بدي اقلل المناسبات قد ما بقدر يعني، عرفت؟ العيد الصغير بدها كادو، العيد الكبير بدها كادو. عيد الصغير؟ في شيء اسمه عيد الصغير؟ انا قلت طبيعة الحال لانه في العيد الكبير انه بيكون في العيد الصغير يعني، بس ما في عيد وسطاني؟ لا ما في، ما بعرف، اذا بس في صغير وكبير المفروض يكون في وسطاني، مش بالضرورة بس ما بعرف، بس انه ما تعرف في مرتي، عرفت؟ هذا المهم. يلا فينا نبلش؟ يلا نبلش. تفضل. تحية لرابع زياد. مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير شباب وزياد، كيفك؟ مساء النور، تمام. شو كنت مكيف اليوم؟ مكيف ليه؟ لأنه بعيد عن إيزابيل يوم عيد ميلادها. ايه انه الله يعين عليك، إذا هيك يعني رجال نتجنب توفقوا النسوان. لا هي التوفيقة فيكم كيف يعني كمية المناسبات يعني. هي كم عيد بالسنة عندها؟ في شي 7 8 لهلا. أنا شي 20 على القليلة. عقبال المية بدنا نشوف هلا، نسأل ضيفنا إذا حاله من حالك. أوكي، لأنه ضيفنا مصاب بالشعر وما بيشفي منه إلا الشعر، ومصاب بالمرأة وما بيشفي منها إلا المرأة، ومصاب بالإبداع وما بيشفى منه إلا عبر كلمات ودواوين بتغني وبتلون حياتنا. بيسرني وبيسعدني وبيشرفني إنه استقبل الشاعر العربي الأستاذ شوقي بزاع. قبرات الحقول تقافز قلب الثعالب حول الينابيع. شاعر ممسوس بالمرأة واللغة والكلمات، هو شوقي بزاع، شاعر الجنوب وصاحب أيمن وحادي العيس ومرثية الغبار وقمصان يوسف وغير معنى الليل، لا يحكي عن انشغاله بجماليات اللغة. فهل الربيع اللي زهر بقصايده برأيه عم يزهر بالعالم العربي؟ ومن هنا النساء اللي بده يكتب عنهم بزيع بروايته الجديدة. كيف لي أن أرمم فخار صدري وأكسو دمي بالهشيم الذي لم يوحد مراياي في جنة ماضية؟ أهلا وسهلا فيك، وأخيرا التقينا بالبرنامج. تعرف الشاعر بيقول وقد يجمع الله الشتيتين. أي والله. بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيه. هالحياة. لا التلاقي بيناتنا دايما هيك مشروع وموجود. صحيح. معقول شاعر شفاف مرهف حساس بلقط عصافير وبقتلهم وبيقليهم وبياكلهم أو بيشويهم وبياكلهم؟ شوفي المثل، أولا ما توقعت رح تستفيدي من الحالي. أنه لحظة، لما حكيتيني كنت بالجنوب. شاعر شوقي أبي شقرة بيقول حدا بيقتل موسيقى. صحيح، وأنا أو معك بيأكل فعلا موسيقى. شوفي فيك تفهميها على ضوء شغلي، طبعا ما رح برر هلا عن طريق أنه في كبار من الخلفاء والملوك والسياسيين وحتى الكتاب والأدباء كان عندهم هواية الصيد. نحن عم نحكي عن الشعراء. لا بعرف بعرف، انما بدي بحاول بررها، بس انا مش نتيجه انه الصيد الحلال لانه هذه اشياء متاحه، مثل ما الواحد بياكل دجاج ما بتاكل دجاج بلا بياكل دجاج وسمك أو كل شيء يعني كل احياء، لكن ربما اذا بدي حيله على مساله علاقه الحب بالموت. احيانا الحب بيوصل للاكل مش بس للقتل. انت بتعرف انه ديك الجن، ايه شاعر ديك الجن الخمسي اللي طبعا اللي انا قناعي هو بالكتابه،
قد ما حب لورد ما لقى شيء يعملوا فيها غير انه يقتلها وياكلها اكلها. طبعا بعد ما انت قد ما بتحب العصافير انه ربما يعني يكون شيء من هال عرضت حالك على شيء طبيب يعني او شيء في حاله يعني نفسيه معينه؟ لا لا رحت عند طبيب طلع بيتصيد اكثر مني هو ماكل دزينات من العصافير. هيدي الاعراض بتشبه اعراض الشعر؟ بتعرفي رابعه انت مصاب باعراض الشعر؟ بتعرفي اولا هيدي قصه مرتبطه عندي بالطفوله، جزء من طفولتي اللي هي اغنى شيء واثرى شيء بملكه انه كنت اتصيد العصافير على الدبق مش بالبارودي او شيء ايا يكن. بدي احاول روح للعمق واقول انه اصطياد العصافير فيها شيء من اصطياد ما هو غير ممتلك، يعني الشيء اللي بيرمز. هل هالشيء ينطبق على المرأة؟ على كل شيء، على كل شيء. ولذلك في روايه لعبد الرحمن منيف اسمها حين تركنا الجسر، بيحكي فيه عن طائر ذهبي بيطارد عبر الغابات وعبر السهول وبيغيب عنه، وهذا الطائر يرمز إلى كل ما هو ممتنع، يعني لقصيدي مش عم يقدر يكتبها، لرواية مش عم يكتبها، لمرأة مش عم يقدر يطالها. العصفور بيستدرجك عبر امتناعه عن الالتقاط، يعني ما هو طاير بالهواء، فبيمثل كل شيء محرومين منه. ضمن نفس السياق استاذ شوقي مؤخرا ولو كان جبتهم معي لو عارف والله مقدمين شوقي ضمن نفس بقول لك شوقي ولا استاذ شوقي؟ لا لانه شوقي في صداقه فخليني اسمح لحالي اقول لك شوقي تكون هيك جلسه بسيطه بنفس السياق. لا انا استاذ كتبت مؤخرا ما راح اعطيك الامتياز على القافيه هيدي كمان. اصدرت مؤخرا كتاب مدن الاخرين. مدن الاخرين ليش مش مدننا نحن؟ اذا كان مدننا نحن وقرانا نحن وارضنا بسموها الارض الام او المدينه الام، يعني ترمز لامومه الاشياء. المدن الاخرى مدن الاخرين هي حاله من احوال الانوثه، لانه السفر في البحث ايضا عما هو غير ممتلك، يعني عن انوثه العالم مش عن امومته اللي بتمثلها الارض. لذلك المدن نساء بشكل او باخر. طب شوقي هيدا شيء بينطبق على نساء الاخرين، بمعنى شوقي بذاعه هيك بشكل واضح ومباشر بلاقي النساء أو نساء الأخريات يعني بيغروا أكثر من المرأة اللي بشاركها الحياة؟ أعتقد إذا بدنا نكون صريحين وأمينين للحقيقة أو نساء الآخرين مش للمجاملة لا بدنا هون نميز بين نساء الآخرين بمعنى أنه نساء مثلا المرأة الغير يعني متاحة المتزوجة المتزوجات لحتى نوضح القصة. هيدا بصير احيانا فيها شيء من الدناءه اللي ما بيقبلها الانسان اللي عنده شهامه على نفسه. وانت بتعرفي انه الحب عند العرب مرتبط بالفروسيه دائما، الفارس ما بيدخل من موقع النذاله حتى ولو اعجاب او الاعجاب لا الاعجاب متاح، لانه الجمال شيء يعني متاح للجميع موجود، وما فينا نمنع انفسنا من النظر من الاستمتاع من اللهفه. في تجلي للالوهه على الارض عبر المراه الجميله وعبر كل شيء جميل، يعني طبيعه ساحره والى اخره. بس انا مثلا لو مهما كنت متيم ببنت، مجرد ما اعرف انه بتحب شخص اخر او بلشت توقع بساعدها لتوقع فيه مش هتوقع فيه، بمعنى انه بشعر انه 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 الحب في شيء من الفروسيه وفي شيء من النبل، ونبلا لازم يكون بالمحل الصحيح. طب عم تحكي عن النبل، انا بدي روح على مطرح عم تحضر لروايه سوف تصدر قريبا، سيره ذاتية روائيه عن بيتك بشارع الحمراء وممر عليه من نساء هالبيت وقصص حبك مع هالنساء. يلا سيد غنى وسيد فقر. طيب يعني هالنساء اللي حبوك اللي امنوا لك ايدهم على قلبهم، هلا مثلا تحكي قصصك معهم وتسمي الاشياء ضروري بس باسمها؟ على قلبهم في عشرات الاعضاء بالجسم. بالواقع شوفي اهم شيء بالفن، الفن الاخلاق بالفن غير الاخلاق بالشرع. الاخلاق بالفن هو انه يكتب كتابه حلو الواحد، وكتابه تنتمي للابداع وتنتمي للتغيير وللحداثه وللتزاجي وللشيء المتميز. والغرب تميز عننا بانه كتبوا سيرتهم مش مثل ما بيحبوا يكونوا، مش عبر المثال اللي بيتمنوه، عبر ما هن بالواقع تماما. هذا النص السيره هو احتفاء بالمكان بنايه الحمرة سنتر اللي سكنت فيها انا 20 واللي هلا ساكن فيها. لا تركتها غيرها 18 سنه قبل الزواج، وقد ما التصقت فيها وصار جزء من وجداني وبذروة شبابي، ومن أصل 18 سنة اللي سكنت فيها في 4 سنين لوحدي بناية من 18 طابق 180 شقة
لأنه أخلوا الأخل المبنى تماماً من سكانه، دفعوا له نخلوات وكان باقي، وفجأة بطل معهم مصاري مشان يدفعوا، وبإيد أنا 4 سنين بمبنى فارغ وحيد وحيداً. تخيلي هذا الإيقاع، وطلع مني ديوان اسمه فراديس الوحشة من هذه هذا الفردوس بس الموحش اللي قاعد فيه. فطبعا شيء كان طبيعي، كان فيك تفتحها عباده يعني مثل ولاد حسن مبارك، ها لما يشتروا شقه باسوان وشقه بورسعيد وفتحهم على بعض. شو رايكم شوقي وزياد نسمع هالغنيه؟ يلا والشباب والمشاهدين. عم تتقبل فكرة التقدم بالعمر شوقي بزاع؟ قبل ما أقول إنه لازم تدور فينا هذه الدارة، لأنه الحياة كروية كالأرض تماما، بدي أقول بس إنه المبنى اللي كنت ساكن فيه أخذ شقة قباله تماما، يعني بدون ما انتبه برمت كل أحياء بيروت ما لقيت إلا ما عجبني ولا شقة إلا شقتي بمنطقة أبو طالب، واللي مجرد ما طلعت بالطابق التاسع وكنت ساكن بالطابق التاسع فتحت باب البلكون وإذ بتطل على الشقة اللي كنت ساكن فيها. فشعرت، وهذا المدخل، شعرت أنه حياتي بالي تماما، وإني كنت عم حوم حول ماضيي مثل ما بحوم المجرم حول جريمته، مسرح جريمته تماما، ربما بالمعنى الإيجابي للكلمة. فهذا المدخل الحقيقة، أنه قديش شغفي وحنيني للأماكن ودوراني حول المكان هذا. الدار اللي عم تحكي عنها فيروز، ولذلك معظم الناس بعد 50 ببلشوا يبنوا بيوت هي بيوت الكهولة تأسيسا للعودة إلى ذلك المكان الأول اللي هو الوجه. هو هلأ بيتك بالجنوب اللي رح نحكي عنه بعد شوي شوقي، بس متقبل فكرة التقدم بالعمر، فكرة أنه ممكن الدونجوان ممكن لتأخر ليتزوج، عم تزول مع الوقت، متقبل لهالشيء؟ متقبل مش بقى. ايوه هيدي جنوبيه متقبل لهالشيء. شوف اللي بيعزيني بس شيء وحيد، انه مش بس الرجال بيكبروا، النسوان بيكبروا كمان. ايه. واي مقال بروحوا له النسوان انا معه. احيانا مثلا بشتهي الموت لانه مثلا ليدي ديانا مثلا ماتت، فبقول اذا بيجمعني شيء فيها ولو تراب فليكن. هذا شيء ممتاز. الله يطول بعمرك. اسئله سريعه، اختار واحد من اثنين شوقي. نعم. اوكي، امرأة بتخسرها بالحياة أم امرأة بتربحها بالقصيدة؟ امرأة بربحها بالقصيدة، ويا ما خسرت نساء كرمال ربحهم بالقصيدة، ويا ما فتت على مستشفيات فت وفوت. لا حتى ما تظلميني، فت وفوت. أنا في نسوان دخلوني على مصحات ومستشفيات، ودخلت نسوان بالمقابل على مستشفيات، وكيف بتشتغل هالعالم لكن عشاء عصافير مشوية أم رقصة مع بريجيت باردو بشبابها بعز جمالها، بس بشرط تمتنع عن قتل واكل العصافير؟ واحد من اثنين اختار. لا، رقصه مع برجيت باردو اكيد. تمتنع مدى الحياه عن قتل و بمتنع وبحولهم لشعر ياكل دجاج انه نصف الروج من شو بيشكي كل يوم يعني. اختار هلا انك تغني او تقول مقطع من قصيده. لا، قول مقطع من قصيده اكيد. اكيد قول مقطع من قصيده. نسمع العائد. هي قصيدة، ايه قصيدة العائد طويلة، مقطع منها، وهي مكتوبة لشهيد قريبي علي بزيع اللي قتلته اسرائيل في الثمانينات، وهديتها من فترة وجيزة للشهيد علي شعبان، وعرضت على شاشة الجديد تماما، لأنه بالنهاية يعني الشهادة هي ذاتها، وينطبق على علي، ينطبق على علي أيضا وعلى كل الشهداء في كل. فممكن اختار مقطع من العائد. نسمع وكلنا سمع، وهيك بترجعينا للجنوب اللي مبارح فارقته أنا، بس في ولا لحظة بفارقك وبتفارقه، ولا لحظة فعلا. يلا. فعلا تمشي جنازته الهوينة، ثم توقفها صنوبرة لتجهش بالبكاء، تنكس الأشجار هامتها ليعبر، والطيور على نوافذها تراقب نعشه الغافي، وترمق حبتي عينيه وهو يعب ماء الزنزلخت، فتى الينابيع المتوج يصعد الدفلى إلى دمه، ويخرج منه
أكثر حمرة ويسير، تتبعه السنابل حاسرات الرأس ظريف الطول، مر كنسمة الرمان أول أمس شاهدناه. قال البيلسان لأخته في الليل: كان يسير معصوبا بقش يابس وتسيل منه الشمس. شاهدناه. قال الزعتر البري يخرج في ثياب العرس، فلاقيناه بالحناء والزوفة، سقيناه جمام الكأس، ولم نلمح ذبول القمح فوق جبينه المسرع، وغادرنا ولم يرجع يا ذاهبين إلى الجنوب. الله. خذوا دمي حجرا لتحضنه السفوح، فلدي سنبلة هناك أريدها أن تنحني فوقي ويشرب خوفها جسد الجريح. لو أستطيع لسرت رغم حديد هذا العمر نحو قبور موتاكم، ولكن المدى بحر وهذا السير فوق الماء ينقصه المسيح. لو أستطيع جعلت قوس الروح قنطرة ليعبر فوقها جرس الثرى المهدور والقمر الذبيح. لو أستطيع لسرت في فجر الحسينيات مئذنة وأعلنت انتسابي للتراب، فلي هناك أحبة سقطوا سيجمعني وإياهم ضريح، ولي هناك شجيرة الخروب باقية مع الأيام ما دامت تعرش بذرة وتهب ريح. الله تسلم هاتم، وتحية لكل شهيد عم يسقط بالعالم العربي وفي كل العالم. بديك تطلع على الكاميرا أستاذ شوقي. أي واحدة وتسأل سؤال لشخصية أنت بتختارها، مين هي هالشخصية وشو هو هالسؤال؟ ممكن وجه سؤال للحكام العرب بشكل عام؟ ممكن؟ ممكن. أيه. كنت بفضل تسمي بس لا، لأي حاكم عربي. أوكي. أوكي. قائم على أمور شعبه، إنه ليش ما في حدا بيتعظ من الآخرين؟ ليش ما في طاغي بيشوف قباله مصائر الطغاة وبيحاول يستدرك ويقول إنه بعد ما فات الأوان على إن التصق بقضايا شعبي؟ مكملين هالحوار، وبعتقد ضيفتي عندها جواب على هالسؤال أو عندها أجوبة على هالتساؤلات اللي طرحتها شوقي. وكنا عم نحكي عن الشعراء، أنه في بعض الشعراء مملين، ضيفتنا أبداً منا مملة، لأنه جمعت ما بين الشعر والسياسة، وهالخليط كتير خطير، بس ضيفتنا بذكاء شديد بتعرف تماماً أي متى تكون شاعرة وأي متى تكون سياسية من الطراز الرفيع. سوا منستقبل منسقة الإعلامية بتيار المردة وعضو المكتب السياسي السيدة فيرا يمين. سياسية من الطراز الرفيع، إعلامية متمرسة، شاعرة وبنت بلد أصيلة، فيرا يمين المنسقة الإعلامية وعضو المكتب السياسي بتيار المردة. عشو عم تتمرد اليوم بالحياة السياسية اللبنانية وشو رأيها بالتمرد العربي على الأنظمة؟ اهلا وسهلا فيك فيرا. اهلا فيك يعني حبيبتي. قد ما بحبك تلعثمت انا وعم الله يخليكي. الله يخليك. انت بتعرفي اساسا المحبه متبادله، بس كمان انا فيتي بقدر مني فرحانه اني موجوده معكم، بقدر مني محرجه اني قطعت جو كتير كان حلو انسيابي، يعني من صوت فيروز ومن اجمل ما غنت يا دار دوري فينا، للكبيرين عاصي الرحباني كلاما وفليمون وهبي لحنا، فإلى القصيد الجميل اللي سمعناها من أستاذ شوقي قلت يا دلي أنا وين فايتي هيك لأخدش هيدا الجمال اللي كان موجود. صحيح عم نمهدلك شو انت شو بينقصك. تسلمي حبيبتي. بس هلأ خبريني، جيتي على الموتسيك ولا كيف لهون؟ ها وصلت لك خبرية الموتو؟ لا هلأ جيت على رواق، لأنه أنتوا عاطين راحة يعني زمنية للبرنامج. راحة كتير. راحة كتير. إيه أكتر من اللازم قلبي شوي، بس عم نسير هلأ. بس شو شوقي؟ طب ما نطرت كتير يعني. أنا عم فكر بالراحة لأنه مش متعشي. عم فكر بالروحة مش بالراحة. بس مرة وصلت على نيو تي في فيرا على الموتسيك، لأنه كانت بدها تطلع على الهواء. لا لك حقيقة يعني أنا كان عندي بروجرام إيه توك شو السياسي قبل الظهر على 10:30 مع زميلتنا سمر، وأنا بتعرفي رابعة من زمان يعني أنه أقلش الواحد يحترم الهوى ووقت الهوى،
فبالتالي بوقتها كانوا موظفي او المقاومين الكهرباء اللي هلا صاروا فاشن بهالفتره كانوا قاطعين الطريق عند بالمسلكين الغربي والشرقي، فبالتالي ما كان في امكانيه اوصل على تلفزيون نيو تي في بالوقت المحدد. اتصلت بصديقتي مريم البسام، قلت لها مريم انا محرجه ما فيي اوصل، عندك موتو؟ بحكت مريم، قلت لها عم بحكي جد عندكم موتو؟ مين بتودي لي؟ بتودي لي حسين خريس. ايه يعني وحسين بتعرفي ومشروع شهيد وطار فيني حسين على هالموتو، طاير حسين. واللي اكتشفته اني انا اول مره بطلع على الموتو انه شيء جميل كثير، بتشعري هيك كنتوا عم تحكم شوي بالطيران، بتشعري بحالي هيك فيها شيء. فوصلتي على المقابله وعطيتي اكثر، يعني جدتي غطيت، يعني غطيت وبلش. فيرا، عده مرات طرح اسمك للوزاره، نعم. ليه لليوم ما صرتي وزيره؟ لك حقيقة أنت بتعرفي تركيبة الأمور بلبنان، يعني هي ما بتجي إذا بدك وليدة الأمور بالشكل التدريجي، مرات وليدة ظرف معين تولد حكومي على الطريقة القيصرية، يمكن بتزبط الأمور لما بتولد حكومي بالطريقة الطبيعية يمكن بتزبط أكثر. هلأ بس بمعزل إذا أنا كنت بالحكومة هلأ أو لا، وهذه صرت مكررتها أكثر من مرة، إنه أنا عن جد بشعر براحة وبسلام داخلي بالموقع اللي أنا فيه، واللي يمكن هو بشكل سابقة كامرأة يعني بالمكتب السياسي لتيار فاعل ووازن. بس بمعزل عن هالشي كمان بيوجع إنه حكومي ما فيها مرأة، فقلت لهم ما بعرف إذا بيوافقني أستاذ شوقي إنه حكومي بلا حرمي ما عندها حرمي. حلو. بتوافق بس شو بنقول بين الحلالين، لانه نحن ضد مبدا المراه الحرمه. لا انا مش بس بوافق، انا بقول لك انه من ناشد انطلاقه من هالبرنامج اي يعني القيمين على اي حكومه مقبله انه فيرا تمثلنا بالحكومه، تكون وزيره الثقافه او وزيره اعلام او شيء بيشبهنا. بس يعني بس خبريني فيرا، كيف قادره تجمعي عن جد بين شراسه السياسه ورقه الشعر؟ انت متذوقه وكاتبه للشعر. الله يخليك. ليك انا بعرف شغلي، إنه نحن مفهوم السياسي بلبنان مفهوم خاطئ، وكأنه السياسي يتجرد من كل عواطفه، ولما السياسي بيتجرد من كل عواطفه بيصير قاسي بحق حاله قبل ما يكون قاسي بحق الناس أو الشعب أو الوطن. بينما إذا بتشوفي كبار السياسيين في العالم الذين تركوا بصماتهم، هن كانوا جايين من صوب الأدب، من صوب الشعر، أو على الأقل كان مجلسهم مجلس أدبي أو مجلس شعري. وقد ما بيكون السياسي لصيق مع الكلمة إن كان أدبية أو شعرية أو أي شكل من أشكال الكتابة، كل ما بيقدر يتحسس هموم ووجع الناس أكثر. فيرا، مرات في سياسيين شعراء بدون ما يعرفوا. ما هو يعني الشعر مش بالضرورة تكتبيه، مرات بتحسيه، مرات بتنشئيه. معوض مثلا واحد منهم تصور ما هيك؟ ما بيشعر. لغته حلوة. يعني إذا أنت شايفه هيك. كارلوس إدي، في كذا حدا. خليك عند أول حرف من الأسماء، ما ضروري الأسماء الكاملة يعني. إيه مثل ميم بإيمو. ميم ميم. كمان مش بس يعني شاعرة شعر عادي، شعر حديث أو قصيدة تفعيلي أو أنت كمان شاعرة أغنية وعطيت البندلة. سبق وعطيت البند اللي غنوه. واخر نص غني دكتور وسام حمادي اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان، لانه من شوي كان شوقي انا عم بسقط للقاب، لاني بحس الاسم اكبر من اي لقب وارقى من اي لقب. طبعا مثل ما قلتي حضرتك من شوي، لانه نحن بنحس حالنا مرتاحين اكثر. لا بدنا نرفع الكلفه مع بعض، بالعكس هذا مطلبي انه ترفعوا الالقاب. يعني بس انا استاذ قلنا خلي استاذ، خلي الكلفه مع النساء يعني. يعني لا لا استاذ مكفى وموفى. فبالتالي انا اللي كنت عم بقوله انه صحيح يمكن انه هو جنوبي المولد، ولكن انا بشعر اني جنوبيه الهوى بشكل كامل، لانه كلنا في الهم جنوب وكلنا في الوجع جنوب. فيمكن انا اخر قصيده كتبتها، اذا بتستحق كلمه قصيده لا ما بعرف، كانت اللي غنيها الدكتور وسام حمادي اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان. فيرا السياسيه والشاعره، شو بتقول بجمله شعريه او حكمه للراحل جورج يمين؟ ليكي جورج المتعدد، السياسي، المحلل، الشاعر، المثقف، الكاتب، البي والخي والجناح، ما بعرف أنا بدي أترك كل هالألقاب وأشعر حالي صغيرة عن جد اليوم وقل له يا ما بجرب أني أنسى لون عيونك هالحلوين، مدري بنسى أني أنسى، مدري بيسرقني الحنين. حلو. شو بتقولي بجملة شعرية أو حكمة لسليمان فرنجية، طبعا مع حفظ الألقاب؟
يا قائدا في حمى الأبطال مولده، يا ابن العرين عرين السيف والقلم. تركي شيء بركي سألوك عن بشار الأسد، تركوا شيء. لحظة روق شوي علينا. في؟ في أكيد في. طيب عال بما أنك قلت لبشار الأسد. لبشار الأسد. آه دغري نقلنا. واو. بتذكر بمقطع بفخر الدين لما بتقول له قاطع مثل العدل، محني مثل التواضع، وبحدوا الفاصل بخلص الشام. رح نكمل هالجلسة الحلوة، بس اسمحوا لنا نتوقف مع أول فاصل إعلاني. هل هيدا بيعني إنه حضرتك الجميلة؟ كلنا بنتمنى تكون وحوش والله يا رب. ما أنت وحش معي يا زي. غيم وشباكان من مطر، وخمس أصابع في الريح، وامرأة وسهل. لا نسر يأتي كي يذهب حزنها مثل الضفيرة في المساء، ولا حمام في فضاء نواحها الأبدي يعلو. في ثغرها يرتاح نيسانان من قبل، وتنعس تحت جفنيها قبائل من سيوف لا تسل. مرفوعة فوق الرماح كراية، ومضاءة بجنونها كتميمة شعثاء في عنق الجبال، وما لها في الريح شكل. يبكي شمال جمالها وتران من ظمأ الجنوب، ويهرق الليمون سفرته على دمها المحنى بالأهلة، ثم يشترها إلى فرسين حقل. غيم وشباكان، وامرأة تمد رموشها قمحا على الصحراء، والصحراء كحل. لم يبق من صفصافها إلا القليل، ومن مفاتنها سوى ليلين في أهدابها، يتذابحان على غراب فوق بر الشام، يمعن في السواد ويضمحل. هي ليست امرأة تماما، بل غمام راقد بنخيله في هيئة امرأة، تكرر وجهها شمس وظل. يا سهل حوران المطرزة بالحرائق والثريات الصغيرة، لي وراء جبالك السوداء مرآة وأقمار تهل. لو كان لي سهل حوران اتساعك، لاتكأت على حنيني وانتظرت على شبابيك النساء، لعل نافذة على قلبي تدل. الله 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 الله. تحية إلى سهل حوران وإلى الشام. السابقة اللي كنت عم تحكي عنها من شوي فيرا، انه يمكن امرأة الوحيدة بين التيارات السياسية. نعم. عضو مكتب سياسي. كمان في سابقة تانية مع حضرتك، انه انت حضرتك اول خطيبة طلعت على منبر تابع لحزب سياسي مثل حزب الله. حزب الله، على اول امرأة على منبر حزب الله. هيدي انكتب عنها مقال بالسفير، وانا ما كنت يعني اعرف هيدا الموضوع. طبعا يعني هذا زادني فخرا، ولكن هذا ما بيعني انه انا الوقف اليتيمه، لانه انا بعتقد كل سيده في المقاومه هي سيده على منبرها الخاص. كل امراه شهيده، كل ام شهيد، كل اخت شهيد، كل زوجه شهيد هي امراه على منبرها الخاص. واجمل الامهات التي انتظرت ابنها وعاد مستشهده، فبكت دمعتين وورده. فكل امرأة في المقاومة ضد الكيان الصهيوني لها وقفتها على المنبر التي تسبقني بمرات عديدة وكثيرة. تحية لك فيرا حبيبتي. على كل حال كمان ضيفنا اللي رح نستقبله هو مقاوم من نوع آخر كمان. هو مغني وعازف عود. تهمته بهالزمن شو؟ الالتزام. أيوة. والحكم عليه انه نستضيفه الليلة ونسأله ونحقق معه عن قصته مع الأغاني الملتزمة، وخاصة مع الأغنية السياسية. سوا منستقبل المغني وعازف العود الأستاذ مصطفى سعيد. لما دق ناقوس الثورة بمصر
حمل عوده وطار للمحروسة ونزل على الميدان. هو مصطفى سعيد، استاذ الموسيقى وعازف العود والمغني ومؤسس مجموعة أصيل، اللي اختار الفن الراقي طريق والأصالة نهج معنا الليلة لنحكي عن دور الفن بالثورة ونسأله ليه شبهه بالشيخ إمام. مصطفى سعيد، أهلا وسهلا فيك، نورتنا بالبرنامج. يا أهلا وسهلا. مصطفى، لما ينقال اليوم اسمك بينقال مصطفى سعيد مغني الثورة، هاللقب بيرضيك كباحث وأستاذ بالموسيقى؟ يعني شرف لا أستحقه. ليه؟ حملت حالك وسافرت، كنت عايش بلبنان أنت بصلك من 2005، صح. حملت حالك ورحت على مصر ونزلت على الميدان لما سمعت وخبروك أصحابك أنه هذا الموضوع جد يا مصطفى، فليه لا تستحق هذا اللقب؟ بصي، يعني أبسط الشيء، والمشكلة أنه البعض حياخده على مسألة مبالغة أو أنه محاولة تواضع، بس يعني هناك من ذهبت أرواحهم، فيعني بالتالي أنه لما روح بعودي يوم 25 يناير وانزل على الميدان وكل القصص دي، اعتقد انه يعني هناك من يستحق يعني الاضاءه عليه اكثر بكثير من مساله مغني الثوره والالقاب. مصطفى، يعني اثناء ثوره 25 يناير قيل انه ولد ثنائي جديد، احنا ما زلنا مصطفى سعيد تميم البرغوثي على غرار ثنائي سبعينات احمد فؤاد نجم والشيخ امام، هل بتشوف في تشابه؟ أنا ما بشوفش. أنت عندك البصيرة قوية جداً يا مصطفى. هو يعني أولاً نحن ما زلنا أثناء الثورة. صحيح. مع كامل ماشي طيب. ثانياً ما زلنا في الثورة يعني. ثانياً لا أحد، يعني أقصد أقول إنه لا أحد يشبه الآخر ولا أحد يختلف عن الآخر. المسألة ببساطة، إذا كان هذا الثنائي، إذا أردنا أن نقول عنه ثنائي، هو امتداد بدون إنكار لجميل الماضي ولمن حملوا هذه الشعلة من قبل الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، نتكلم من سنين، ها، من مئات السنين. إذا كان هذا الثنائي تكملة فتمام، فإذا هو لا يشبه ولا يختلف، هو تكملة. الله يرحم اللي ماتوا وحنكمل ويطول بعمر اللي موجودين. إذا كان هذا الثنائي حينكر فضل الماضي وحيقرر أنه أنا اللي بعملته أنا مش عارف قصص دي، فبالتالي مش حيشبه، لأنه التانين ما زالوا إلى الآن عايشين وحيتنهم عايشين. طب مصطفى، في كتير شبهوك بالشيخ إمام، هل بتشوف في نقاط تشابه بينك وبين الشيخ إمام؟ مش عارف، يعني الشيخ إمام هو أحد القلائل الذين حملوا، يعني اللي كان ظل يغني على عوده، وبالنسبة لي هو أقل من لقح بعقد نقص، يعني هو كان لم يكن عنده عقد نقص من الآخر. الغربي كان بيجرب يطور الموسيقى من الداخل، بوعي من الداخل، وحتى إذا استعان من الداخل فهو من الخارج، فهو بيستعين بوعي زي سيد درويش، وهذا زي اللي عم تعمله أنت مصطفى، يعني عم جرب تطور الموسيقى من الداخل. طيب نعم. مصطفى، هل الثورة اليوم ممكن أحدثت أو ممكن تحدث ثورة بالفن؟ لا شك إنه الثورة هي ليس فقط ثورة على فرد، وهذا ما حاولوا إن هم يضحكوا علينا بيه بعد ما طلع البيان بتاع الأخ اللي ورا عمر سليمان يوم 11، انه قالوا لنا نتنحى ومش عارف ايه. يعني الثوره ليست ثوره على فرد، هي ثوره على منظومه بقالنا عايشين فيها، منظومه امتداد للاستعمار، ومنظومه يعني انه ثوره عامه، يعني انه ثوره ليست على فرد، وعقبال الافراد الباقيين ما يمشوا كمان، يعني هنقول ايه. طب مصطفى سعيد، اسئله سريعه، يلا. لما تسمع كموسيقي، لما تسمع اغنيه ما، اي متى بتقول اه ويا الله؟ لما اتصلت. انت بتتكلم على الاغنيه اللي بسمعها؟ اه ممكن قوي، ما اعرفش، انا ممكن ما سمعتهاش، بس مو قولك مش عارف. لا عن جد، امتى بتقول اه ويا الله؟ ما لما اتصلت.
يعني لما تسلطن، لما اسمع ما اعرفش، لما حد لما تسمع مين او اي اغنيه سميلي. يا نهار اسود كتير قوي، تراثنا العربي بغني. سميلي اسم يا مصطفى. اسم واحد بس حرام. واحد او واحده. لا، لما اسمع الشيخ علي محمود بقول الله، لما اسمع الشيخ عمران بقول الله، لما اسمع ست ام كلثوم بقول الله. اوكي. لما كتير يعني كتير. طب اي متى بتقول جميل برافو؟ لما بسمع كونشيتو الباجانيني. اي متى بتصمت تماما؟ لما ولا نفس. لما بسمع الشيخ رفعت. اوكي. طب هلا نحن بدنا نقول ويا الله، وبدنا نروح هيك على مصر ونسمع شيء منك. ما عنديش الشيخ علي محمود والله. مش عارف. نحن بدنا نقول لمصطفى سعيد ويا الله. عايزه تروحي على مصر؟ يا طيب. مصري هانت وبانت يا مصطفى. يلا بينا. ها أصبحنا أحياء وميتين مساجين، فقال ليها يقعد في بيته ويبقى مش مفهوم، واللي هينزل إلهي حارس وصايد. يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم، نهارنا نادي ونهار الندل مش باين. يا مصري هانت وبانت؟ بعد ما بانت ان شاء الله تبين. اللي كان عم بيقوله مصطفى من شوي هيدا الصح. الثوره بعدها مكفيه، الخوف انهم حاولوا ان يائدوا الثوره. لا، بعد ما بانت مصر. سريعا شوقي، بتقدر تقلي كم مره حبيت بحياتك؟ كم مره وقعت بالحب؟ ولا مره عديتهم. بس ولا مره عديتهم لانه ضيفك. مش لانه ما بينحسوا. مش لانه ما بينحسوا، بس لانه انا مؤمن انه الحب بيتكرر اكثر من مره. لانه ضيفتنا ما بينحسوا. بينحسوا بالسين. ضيفتنا وقعت بالحب مرتين، مره بالتقديم ومره بالتمثيل، لنشوف لوين بدها تميل الدفه. بنستقبل سوا نانسي ياسين. ضحكتها على الشاشة ما بيختلف اتنين ان عنصر. نانسي ياسين اللي رجعت على الشاشة من بيروت رح تطل ضيفة على جمهور الجديد بمسلسل من بطولتها، فشو بتخبر عن تجربتها التمثيلية الاولى؟ لو ما كنت صادقة مع نفسي ما كنت طلبت الطلاق من زوجي الغني يلي كان قادر يأمن لي كل شيء.
اهلا وسهلا فيك نانسي ياسين، كيفك؟ الحمد لله. نانسي، المسلسل اللي راح تطلي فيه قريبا على شاشه الجديد هو عنوانه الوحش، هل هيدا بيعني انه حضرتك الجميله؟ ما بعرف اذا هيك معناتها، بس الوحش حرام عمار عليه يكون طلع عمار الوحش، طلع العمار المسلسل الوحش. ما عمار شلا عمار طلع هو الوحش، هو يلي اخر، فمن الطبيعي انه تكوني انت الجميله. يعني على سيره ما كثير جميله، يعني الهيك الهادي والمنيحه، لا على سيره جميله وعمار جميله العمار دائما امه بتحسده بتقول له شو عندك حظ يا ابني، ما بتمثل الا مع الحلوين فيعني هيدا بكرس الموضوع نانسي. بس من اول دخوله بيقولوا شمعة طوله، يعني من اول بطوله تلفزيونيه دراميه وقفتي قدام عمار شلا. كلنا بنتمنى تكون وحوش ولا يا رابعه حتى الوحش محسود صار شو يا الحمد لله رابعة. يعني انا اذا كنت وحش مثل ما عندي مشكله ابدا مثل عم نقوله عبالك تغير قعدتك انت رح نقعد بالزوبه بالشغل ليسي مجازفه التمثيل؟ ليكي مجازفة، أكيد مجازفة، مش إنه هيني يعني عم بتفوتي على محل أنا جاي من دومين التقديم وهيك، بس مش كانت خطوة بدي أقول خطوة ما درسناها، نحن الخطوة درسناها سبق والتقيت أنا والمخرج إليف غالي من قبل، كان على أساس يكون عنا عمل سوا، وقعدنا حوالي 25 مرة تمرنا وهيك وما رجع مش الحال. فبعتقد في يقول هون خطوة مدروسة رح على كل حال، ناطرين هالخطوة المدروسة ومنقيمها بعدين نتمنى لك التوفيق. وقعتي قبل كنت تقولي انه انا واقعة بحب التقديم، هيدا الشيء ما بقدر اغيره، صح مظبوط، وهلا بتقولي انه معقولة توقعي بحب التمثيل وتترك التقديم مثلا؟ ليكي وصلت وقتها مثلت قلت خلص بدي حط التقديم على جنب وعن جد بدي فوت على التمثيل، لانه ما في خبرك شو عن جد انا ما كنت عارفه انه هل تنصحيني يعني غير ال انا بنصحك ايه لازم تجربي لازم تشوفي، لكن كل حب بيلغي حب. عم بتشاركي اليوم ببيروت ببرنامج انت الوحش ما انت وحش معي يا زياد لا انه بالتمثيل يعني بروح بتوحش معي هو معه فصام وحشان بصير مع بعض. نانسي عم تقدمي اليوم ببيروت، كيف عم تشوفي هالتجربه؟ ليك الاكيب كثير مهضوم، البرنامج كثير محضور، وحبيت انه البرنامج منوع بتستفيدي وبتفيد المشاهد، مش برامج عادي يعني التسليه وقالوا وهالقصص، غيرنا، مبسوطه كثير مرتاحه كثير. معقوله بيبرز عندك قدرات مختلفه يمكن عن الشيء اللي كان عندك؟ مظبوط. صحيح اول مره حكيوكي طلبوا بنتك تقدم البرنامج؟ لك هلا عم نفضح نحن اسرار. لا هي ناس كثير صغيره مزبوط، كان على اساس بركي بنتي بتشارك بفقره من البرنامج، ما حدا يسالني قديش عمرها، لكن بس حدا يسالني صار عاطل عن الوحشيه. لا انا لانه قلت اكلها زياد هيك لا بس بنتك لانه قد ايه عمرها بنتك مثلا؟ ما قلت لكم اول شيء ما حدا يسالني قد ايه عمرها. اوكي بس لا يطلبوا منا يعني فوق 18؟ لا مش فوق زياد، خلص زياد ولا اذا بدك انا عمري 18. نانسي اسئله سريعه، اللي بيعرفك بيعرف انه نانسي مشغوله دائما ما عندها وقت تعمل اشياء لانه عندك كثير اشياء تعمليها بحياتك. الطبخه السريعه اللي بتخطر على بالك اذا ما عندك وقت؟ نودلز. اوكي. التياب اللي بسرعه بشيله من الخزانه اول شيء؟ جينز وتي شيرت. اوكي. الهديه الافضل اللي دائما بختارها؟ اللي دائما بختارها ما عندك وقت تفكري بالهدايا؟ بارفان ممكن. بارفان. نانسي انت عم تخطي هلا الخطوه الاولى بالتمثيل، ضيفنا اللي رح نستقبله كمان عم يخطي الخطوه الاولى بمشوار الغناء، مشوار الالف ميل بالغناء، ضيفنا كمان حاز على الميداليه الذهبيه مؤخرا ببرنامج غني مع غسان، سوا بنستقبل دوري كسب. نجم غني مع غسان للموسم الثالث على الجديد هو دوري كساب. حبيبي مهما سافر مع كل قصة طلعت من قلبه ومع كل غنية أديها بإحساس وموهبة وصل لقلوب المشاهدين،
فصوتوا له لحد ما ربح المرتبة الأولى بغني مع غسان. دوري كساب من بعد النجاح الأول شو راح يكون نجاحه الثاني؟ ليلي بترجع يا ليل وبتسأل عنا. دوري كساب أهلا وسهلا فيك وألف مبروك. عادة منشوف اللي بيربحوا وبيكونوا كتير مبسوطين، أنت كنت حزين ورح تبكي ليه؟ صراحة لأنه صار لي فترة يعني عامل مسيرة على حالي وعم بشتغل وطور حالي، بقى وصلت لهذه اللحظة يلي ما كنت متوقعها. ما كنت متوقعها؟ صراحة لقلك ليش ما كنت متوقعها، لأنه مرقت باختبارات قبل بحياتي وكنت أفشل بالآخر. بقى جيت قلت تجرب هون هيدا المشوار يعني، وخصوصي مع اختبارات بالغناء دوري أم ايه طبعا بمجالات تانية؟ لأنه شاركت ببروجرام قبل وما توفقت فيه. بلا ما نسميه شو اسمه بينا وبينك دوري بقى ما توفقت وصلت لهون، وخصوصي بعد اخر يعني اخر برايم اللي كنا فيه، حسيت بمحل انه في لحظة لازم يكون فيها عدل، وبالوقت ذاته خوف يعني. كل ما تكوني عندك مسؤولية اكتر تجاه الشيء اللي عم تعمليه طبيعي تحسي بهذا الخوف. دوري شو اللي لعب دور اكبر بنجاحك؟ صوتك، صدقك، ام قصصك اللي عرفتها الناس وتعاطفت معها؟ رح خبرك شيء، اول ما جيت على البروجرام قالوا لنا انه لازم تحكوا شيء قبل ما تطلعوا وتغنوا. انا تفاجأت انه على اساس يلي بغني بس شغلته يغني، واذا حدا بيقول لي انه لا يلي بغني كمان هو انسان باردون عنده شيء جواته لازم يفرجيه للعالم. اي بقى بلشنا باول قصه، صرت حس انا قصه بعد الثانيه قصه بعد الثانيه انه عم بطلع من حالي. كنت عم تخبر يعني قصصك؟ ايه عم بحكي امور صايره معي بحياتي يعني. بلشت من اول حلقه وقت حكيت عن مقتل والدي وكيف انا سامحت وتطورت، وقلت انت انه لاقدر استمر وعيش لازم سامح، وبنيت للي قتل والدك. صحيح، لانه المسامحه بتجر مسامحه يعني. وفعلا هيدا الشعار يلي حكيته هيدا ايماني وهيدي طريقه عيشي يعني، وهيك ربينا ببيتنا. بقى صرت اتطور من حلقه للثانيه واسمع من العالم يعني شوفوني انه عم نحسك عن جد يعني عم توصلنا بصدق، ويلي بيرافق الصدق على المسرح بالمغنى هو الصدق بالقصه يلي بتحكيها قبل. اسئله سريعه دوري، بنعرف انك بتقلد شوي، بدي تقلد غسان. غسان؟ ما بعرف قديش رح اعرف قلد غسان لانه يمكن مش غسان بشكل خاص، يمكن بنروح لتقليد فنانين اكثر يعني. اوكي، انه حدا بيغني او شيء كانوا اكثر شيء حبوا، بس قلد لهم ممثله سيرين عبد النور. يلا كلنا سمع. شكل 100% ظابط معك. بعي انت الاغلى، مرك عندي بيحلى، رجع مية اهلى، ترمي ترمي السلام. زعلاني بس شوي، قرب قرب لي، عيون العسلي واعد في الغرام. هيدا الشيء ما بزعل سيرين؟ ما بزعل سيرين؟ مش مفروض عم تصرف عن محبة يعني، مش واضح عن محبة، واضح انه بتحب صوتك. هلا بدنا نسمع دوري، بدنا نسمع صوتك. صوتك اللي وصلك للجائزة واللي وصلك للناس. منقول شيء لست أم كلثوم؟ يلا يلا كلنا سمع. جزر اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني عذابي بعد ما كان أملي مصبرني غدرك بيا أصار فيا غدرك بيا أصار
أصار فيا وتغيرت شوية شوية اتغيرت مش بيدي اتغيرت شوية شوية اتغيرت مش بيدي وبديت أطوي حنيني إليك وأكره ضعفي صبري عليك واختار تبعي وأعرف تاني واختار تبعي وأعرف تاني حتى الهجر قدرت عليه شوف 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 الأسوأ تعمل إيه. مرسي. أنا كنت أتمنى ما نختلف أنا وفيرا. لا شكرا إذا كان في جزء من التراجع كرمالي. دي فوضى عظيمة. فقرت شو؟ صندوق الأسود. صندوق الأسود. بدي أطلب من دوري يجي يتفضل لعندي. يلا يا زياد. ليش ما هديتي؟ تفضل دوري. يا دوري فينا. لمين؟ لدوري. بعدين دوري. بعدين. بدك تسحب ثلاث كروتي ما تطلع فيهم دوري. طلع بالسقف. أوكي. بلون شميز. ميرسي دوري. اذا ثلاثه رح ينسالوا واثنين رح يزمطوا من سؤال الصندوق الاسود اللي عاده بيكون لئيم. فيرا قلت لك دورا اللي عاده بيكون لئيم. اول سؤال هو لمين اقولكم؟ بدكم لمح لكم قبل على الاسئله. يلا لحظه بنلمح. يلا شوقي طلع علي عن الثبات بالمواقف. هيدا لئيم؟ هيدا تلميح بعد ما سألتك السؤال. خليكي على هيدا. فيرا أصبتني فيه. هيدي إصابة. عن الثورة كمان. نانسي الله يستر آخر هالزمان. نانسي بدها ما بعرف. دوري عن التصويت طبعا. مصطفى سعيد عن خيار خاطئ. والسؤال الأول هو فيرا ما افتكرنا لا
لشوق ابزاع. ايوه قلت لك يا شوق ابزاع والله بتمثل عن شرط مش خايني يا انا هدول عم بعملهم قصد بركة المنتجين والمخرجين هيك بيلتفت نظرهم لقلي بيعطوني دور. هلا في الوحش انت وقعت شوق ابزاع على بيان المثقفين لدعم الثوره السوريه ورجعت تحفظت هيدا مش تراجع عن شوقه الله يخليك من شيم فيرا هيدا مش تراجع عن موقفك شوقي ابدا اكيد بالعكس اولا مادح نفسه يقرئك السلام يعني حكيت فيرا عن الثبات وانا ازعم انه دائما كنت افضل الخط المستقيم على الاقل بالمبادئ وبالسياسي هلا بالحب مرات بيكون في تعرجات والى اخره ولابد يعني انه العلاقه مع المراه دائما بيكون فيها مطبات ولازم الواحد يحير عنها اما فيما يخص الثوره انا انت ما قلت انا بالمبدا مع الثورات العربيه كلها وقلت إنه النهر أفضل هذا الحراك أفضل لأنه ما عاد في أسوأ مما هو طيب. قائم إنما سوريا وقعت مزبوط مزبوط ومن ثم تحفظت بعدك متحفظ لا قلت ليش تحفظت لأنه أنا كنت طالب فيما أؤيد الحراك بسوريا كنت طلبت بمطلبين شو هن أولا التحذير من حرب أهلية بسوريا والتحذير من الخيار السلفي لانه نحن مش هدفنا نرجع لورا انا مع المعارضه الديمقراطيه العلمانيه بسوريا اللي لي بين عدد من الاصدقاء من بينهم صادق جلال العظم من بينهم طيب تيزيني من بينهم ميشيل كيلو وعشرات الاسماء المماثله لانه ما نزل هذا الشيء بالبيان فانا اعلنت تحفظي وكنت منسجم مع نفسي بهذا المساله اوكي وضحت الفكره على كل حال شكرا اذا كان في بجزء من التراجع كرمالي هيدا شوق يكون كرمالي السؤال الثاني هو لنانسي لا مش لك السؤال الثاني هو لمدام فيرا يمين فيرا لما تدافعي عن النظام السوري وبتعتبريه نظام متصالح مع شعبه نعم شو بتسمي اللي عم بيصير اليوم بين هالنظام وشعبه أنا بعتقد يعني لما نحكي نحن بشكل عام عن الثورات العربية لما نظام بيسقط بأربعة أيام وآخر بيسقط ب17 يوم وثالث بيسقط من بعد التدخل العسكري بثلاث شهور فيما سوريا بعد سنة وسبعة شهور لا تزال دولة بهيكلية واضحة نظام جيش وشعب إذا هناك علاقة وطيدة بين النظام والشعب لشايفتي أنت هيكلية ايه واضحة طبعا نظام جيش شي وشعب أنا أول شيء بقراءتي الواقعية إذا جاز التعبير لهالموضوع لما بيصير في استفتاء حول الدستور يستفتى 57% أو بيشارك 57% من السوريين فيه بعدين لما بيصير في انتخابات لمجلس الشعب وبيشارك فيه 52% هؤلاء الذين شاركوا استفتاء أم انتخابا لم يشاركوا بس فقط استفتاء للدستور هيدا في مراقبة كانت من الأمم المتحدة ومن مراقبين دوليين الذين يشككون بشرعية النظام اعترفوا وهيدا نشر بالجارديان البريطاني طبعا كان في مراقبين وكان في يعني لجنة جيمي كارتر تحديدا كانت موجودة بسوريا فبالتالي لهالسبب بتشوفي ما كان في رد فعل عربي خليجي لأنه ما بقى في شيء اسمه عربي عم نروح باتجاه الخليجي أكثر ما كان في رد خليجي فعل إذا بدك خليجي لهون انتخابات حسني مبارك 99 برضو ماشي فبالتالي يعني ما كان في رد إذا بدك فعل إنه هذه انتخابات منا واضحة لا على العكس صار في انتقادات إيه كنا بالتسعين صرنا بال57 أنا بنظر لمنظار إيجابي ارتحنا من التسعين وقرينا بوضوح ال57 و52 إذن هال57 و52 بعدين أنا شاركت ست رابعة بمهرجانات اخطبت على منابر الناس اللي كانوا عم بيوقفوا ويهتفوا للجيش وللرئيس ولسوريا التاريخ ولعاصمة الأمويين ما بقى في شيء اسمه حاجز خوف كنا نحكي عنه مبارح انكسر حاجز الخوف سقط هذا كل الموضوع فبالتالي هني مرتاحين بالصوت العالي وبالرأس العالي عم بيهتفوا لسوريا عن مين سقط حاجز الخوف لا بالأول ما كنا نقول عند اللي مع النظام أو اللي ضد النظام أكيد يعني هلأ بالنهاية نحن عم نحكي عن أنظمة عربية كمية الدم اللي عم تسقط بسوريا هيدا تصالح ما بين النظام لأنه بالنهاية المؤامرة اللي راكبة على سوريا منا مؤامرة سهلة بيجي فريق المراقبين العرب على سوريا بينظر بالفريق الدابي لما بيطلع تقرير مناسب للواقع السوري
يعني بيوجدوا له مخرج ليطلعوه من كل الخبريه. لما بيجي كمان كوفي انان بمهمه دوليه كمان يضرب كوفي انان من جديد. لما بتجي مساعده الامين العام للشؤون الانسانيه فاليري على سوريا كمان لا يؤخذ بتقريره. اذا بين الواقع والوقائع في انسجام فيما الامر الواقع اللي جاي من برا لا يريد ان يعترف لا بالواقع ولا بالوقائع. وضحت الفكره فيرا بس هيك عملتينا نقطه خلاف. انا كنت بتمنى ما نختلف انا وفيرا بس ما نطول بالخلاف. لا 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 بس انا بدي اقول انه لحتى حاكم يستحق سقوطه بامتياز لازم يتوفر ثلاث شروط. اي حاكم يعني العربي الفساد وعدم تداول السلطه يعني الدكتاتوريه والاستسلام لإسرائيل يعني بمعنى انه التواطؤ مع اسرائيل وامريكا. هلا بالواقع انه معظم الانظمه العربيه بتتوفر فيها ثلاث شروط. النظام السوري بيتوفر لسقوطه شرطين هن الفساد اللي هو موجود وقائم، الاستبداد قائم لانه ما في حدا في بيستحق انه يبقى بالحكم عشرات السنين بآليات وهو مش نظام ملكي او يكون وراثي او شيء من هالنوع، فشيء تلقائيا هذا الشرط موجود. في شرط الممانعه انا معه ولكن لا يبنى عليه لوحده، كنا بننتظر حتى لما نتحفظ واتصل فيه من قبل فريق بالنظام السوري من شان الكلام على التلفزيون السوري وقلت انه انا مش بحاجه لدعوه لما بشوف انه في عمليه يعني اصلاح للنظام جذريه وحقيقيه، يعني هذا النظام لا يمكن يبقى، هو ساقط حكما بما هو عليه الان، ولكن اذا حقق فعلا شروط معينه بتحقيق ديمقراطيه فعليه بتداول سلطه بإلغاء الفساد بفتح الطريق أمام الشعب لحتى يتنفس السعداء، وهذا شعب مثقف بالمناسبة وشعب طبعًا متنور طبعًا شعب فيه شعراء وكتاب ومبدعين وعباقرة. الشعب السوري مش شعب مغفل. أنا دايماً بقول لهم فهو يستحق تداول السلطة وآليات جديدة للسلطة. بحسد سوريا على شعبه قد ما عنده ثقافة الانتماء للوطن. طيب إذا فوق 50% من هؤلاء المثقفين والواعين والمنتمين لأرض ولوطن هل قد قدروا يقطعوا كل إذا بدك الثغرات والملاحظات اللي عنا إياها كلنا لحتى مثل ما بيقول المفتي حسون إنه بشار الأسد مش مسألة شخص، مسألة كرامة، مسألة أرض. لما بنرتاح بالحياة السياسية ساعتها منروح على المعارضة البناء أو اللي قلتوا حضرتك من شوي أنه المعارضون البناؤون هم بناؤوه بقاء سوريا اليوم على عكس المعارضة اللي عطيت مشهد عن جد مخزي ومعيب بالقاهرة بالأمس القريب. معه بعد فيرا في دم منسوب وعلي بشكل انه ما فيك تتعايش معه اي انا لو كنت حاكم ما في يعيش معه. فينا ننتقل لمصر بصرف النظر عن اي اعتبار يعني. بس انا هون بدي افتح هلالي ولذلك ليش بدنا نعمل استثناء الكلام عن ديمقراطيه بالعالم العربي كمان يحاكي وهما ما وليس حلما، لانه الديمقراطيه مع الطائفيه ومع المذهبيه لا تتماشى. اوروبا ما وصلت الى الديمقراطيه الا لما تحررت من براثن الطائفيه. يكفيني انه نظام علماني يعني يحافظ على التوازن. بس إلى آليات ما هي تلغى تلقائيا بمجتمع ديمقراطي. بعدين انا انت قلت حضرتك من شوي انه هو مش نظام ملكي، يعني مسموح للنظام الملكي يستمر أبداً. والانظمه الجمهوريه لذلك انا كنت انه ما يلخزونا يعني فيرا لذلك كنت رابعة تايم طفي ونفل يلا بدنا نروح عند مصطفى سعيد. مصطفى سعيد لو كنت بتعرف انه نزولك على الميدان على ميدان التحرير رح يوصل لفوز الإخوان المسلمين في الحكم بمصر، هل كنت نزلت؟ إن شاء الله يوصل العفاريت الزرق. هم وصلوا، الناس عارفة طريق الشارع. مغني الثورة راضي عن نتائج الثورة؟ ده احنا مشينا حسني مبارك. ومش التدخل الأجنبي ومش الأجندات الخارجية. أنا ما عنديش أجندة خارجية الحمد لله، أجندتي في بيتي والله ميد إن ليبانون باينة أو إيجيبت مش عارف. ما عنديش أجندة خارجية. وإحنا اللي ماشينا حسني مبارك، مش زي ما الإخوة اليومين دول بيطلعوا لنا إشاعات وإنه لا ما جالوش قرار من أمريكا وأمريكا ومش عارف مين تنهم داعمينه لحد وخد رجل العام في إسرائيل وكل الليلة دي. حسني مبارك لم يلغى عنه الدعم العالمي، إحنا اللي شلنا حسني مبارك. أوكي واحنا اللي خلينا العسكري وكانوا عايزين يزوروا ما يوصلوا العفاريت. انت عايزه ناس عايشين في حكم عسكر بقالهم 60 سنه وقبل منه استعمار ينتخبوا مين؟ ينتخبوا واحد علماني؟ ده شيء مستحيل. انتوا بتتكلموا في الوهم يا جماعه. ما يسيبوهم
ما عشان ما اوروبا وصلت للعلمانيه ازاي وصلت للعلمانيه مش كان في محاكم تفتيش وناس بيتقتلوا على الطرقات مش ما تسيبوهم ده احنا بالعكس يا جماعه ده احنا في فوضى في مصر دي فوضى عظيمه شوفوا الفوضى في الثوره الفرنسيه كانت ازاي شوفوا الفوضى في اوروبا كانت ازاي لو وصلت لعند احنا فوضتنا ده الناس لسه بتضحك في الشارع وبتبتسم والامور عنب والحياه حلوه خالص ده احنا الفوضى بتاعتنا تمام يعني انه ما يوصلوا الاخوان المسلمين ما يوصلوا هذا اختلاف صحيح كينا سياسة بما فيه الكفاية هلا بنرجع للشعر في أحلى من الشعر شوقي لا ليه يلا أنا لبقى. الحقيقة كاتب بديوان جديد بعد ما يعني قيد الصدور أو بعد ما صدر في مجموعة من القصائد اللي كانوا حصريا هيدي على لحظات بالضبط هيك حقيقة في المحطة رح أقراها على الورق لأنه بعد جديد طازة ما حفظتها بعد رغيف سخن في المحطة يعني. أنا يهم قطران بالسير كل إلى جهة تلتقي فجأة نظرتا رجل وامرأة تلتقي فجأة نظرتان اثنتان لشخصين جد غريبين تندلعان كنار مجوسية في هشيم حناياهما المتلمذ للحب والمتلمس مجرى صهيل اندفاعاته في خلاياهما مثلما فرس وحصان يحدق كل إلى الآخر المشتهى برجاء غريقين ضاقت بيأسيهما أذرع الموج أو بتعلق طفلين عند النعاس بنبعي حنان بغتة يشعران كأنهما عاشقان كأنهما غابتان من النأي نادتهما دونما موعد حرقة الافتتان ولا يخطئان الطريق إلى ملتقى النظرتين اللتين تفيضان وجدا كأن الجسور التي انعقدت بين قلبيهما مسها شغف خاطف الومض للانصهار ببعضيهما للتشبث فيما تصيره القشعريرة وجها لروح الجمال المقطر في صعقة كأن دماء التشهي التي انبجست منذ بدء الخليقة بين الرجال وبين النساء قد اختزلت في ثوان وإذ تتباعد مسرعة عجلات القطارين ينأى الغريبان في تيه نفسيهما تاركين وراءهما نظرتين اثنتين تنوصان شيئا فشيئا كمعزوفة حاكها بخيوط الصبابة نول العروق الخفي وظلت تكرر أنغامها الغفل خلف حقول الزمان الله 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 يسلم هتم شوق بزاع فاصل قصير ونرجع نتابع حلقتنا حب التالت هيدا مهم سليمان بيك ما بلخبط حتى لو تصير جرحونا برمش عين يا عين وكلامهم مسينا سألونا نبقى مين قدمنا نفسنا جرحونا برمش عين يا عين وكلامهم مسينا سألونا نبقى مين قدمنا نفسنا قلنا احنا اللي القمر يا قمر معرفش يذلنا الناس طلعوا القمر وقمرنا نزلنا شو مرة فكرتي بالغناء؟ لا بعد الحب التالت لا الحب التالت معقولة توقعي بحب الغناء؟ لا مرة غنيت أغنية هديتا بعيد ميلاد حدا غنيت له إياها يعني كانت كادو بس مين هالحدا فينا نعرف؟
حدا كنت اعرفه فينا نعرف مين انه بس نحن يعني عمتها او خالتها او حدا حدا كنت احكي معه من قبل توفى الله يرحمه هلا لا اذا هيك ما فينا نكفي نسي انا كنت من شوي حاسالك سؤال وما طلع لك السؤال اللي هو انه محضره حالك تنسالي انه بعد في نانسي ما مثلت عادي معلش انه سالوني على فكره هالسؤال انه مثلا بكره بدك تسمع كثير رح يحكوا كثير قلت لهم معلش طب ما الفنانات يلي بيغنوا صاروا عم بيقدموا كمان ما حدا حكي شيء بالنهايه اذا نجحوا ما حدا بيحكي شيء بس اذا فشلوا على شو مستنده انك تنجحي بالتمثيل عشو اكيد مش على شكلي بس رح اقول لك شغله اكيد مش على شكلي لانه انا بالمسلسل ما مبينه نانسي الحلوه بس انه نانسي شكلها حلو لا بالمسلسل بكثير مطارح انا تعبانه عم ببكي مدبرسه بلا ميك اب ما مبين الشكل مدبرسه هيدي الكلمه اللبنانيه مدبرسه ايه كلمه لبنانيه كثير فاذا في اتكال على الموهبه على الموهبه بتعرفي لعصفور نانسي؟ عصفور بعرف وين غيرك بتعرفي العصفور؟ لا وين هو العصفور؟ شوقي بدك تضب الدبقات هلا طبعا لانه جاي عصفور هلا احسن ما تلقطه عجب سوا بنستقبل عصفور شوقي ما بينقلى ولا بينشوى مساء الخير شو اطفائيه يا زلمه شو قصتك؟ هذا لانه دوري بحب يحرق مراحل المدرسيه جبنا له اياها ايوه اهلا بعصفور اهلا فيك. اهلا بعد عن شوقي مش مسموح ننصب له فخ او دبق انت شو رايك بدنا نسال طوني حنا هذا حزام العفه الله يخليك من زمان انقطع وصلوا دائما بدك تاكل موز ولا بدك تقتل الناطور هلا جبت لنا ورحنا جوعانين كمان دائما هيك الكاردينال بيقول لك بده 10 سلام و10 ابانه تيرضى عليك بس المسبحه خضراء مزبوط هلا عرفنا ليه فيرا لبسي اخضر اليوم قالوا لي انك واقعه بحب الثقافه كثير المرأة من الوقت ما نسيت حتى بإطلالتها بالبرنامج ما نسيت انه الواننا بتحيل لشيء ما بتحيل ابيض والكحلي في شيء احزاب ما بتصور لا لا الحمد لله ما في شيء انت قلبك ابيض الله يخليك بس متعلق بالارض الخضراء حلو بما انك عم تحكي عن الاخضر شو قصه المسبحه الخضراء ست فيرا لا يعني اول شيء فاجئني عصفور مع اني انا متعاطفه معه لاني ضد الصيد ايه فصيدني بطريقه كثير ذكيه وقال لي بسلم عليك الكاردينال يعني الله يطول عمره الكاردينال بس سليمان بيك احسن صياد معقوله ما تكوني متعاطفه مع الصيد بس صياد مثقف يعني بيعرف امتى لازم يصيد وشو لازم يصيد مثل شوقي شو يعني شو اللي بينفع الطبيعه والارض بينما الصيد بطريقه عشوائيه اللي عم بيستبيح البيئه فيرا يعني العصافير بيموتوا وعم يضحكوا اذا مع الصياد المثقف كتير يرقص مجموعه في من الالم استاذ شوقي في عصافير بموسم الصيد مش غلط تصيديها يعني هلا انا ما بقدر افسر لك لانه اعجز من اني افسر بس انه بعرف هيدا الموضوع وكان من شوي شو قصدك انت والكاردينال ما بلخبط شو؟ مهم سليمان بيك ما بلخبط حتى لو تصير مش معقول كيف بتعرف؟ مش معقول ما بيغلط فيرا شو قصدك انت والكاردينال؟ يعني عن جد انا احرجت بموضوع المسبحه انا ب يعني سنه الاعتصام سنه 2007 لما كان سيدنا البطريرك صفير بسدة البطريركية حكي بأحدى العظات عن الأخلاق والخيم فطبعا أنا يعني انوجعت كأم وحبيت أنه يصير في توضيح أو مثل اعتراف لنتناول منه بعدين القربين فطلعت أنا ووفد من سيدات المرضى لعنده ولما أبلغته يعني بخفر عتبنا على هيدا الموضوع كان في نقاش واضح وصريح وإذ بسيدنا يعتذر من سيدات المرضى على هيدا الموضوع فأنا عن جد تفاجأت وطلعت التلفزيونات بعجقة للمرة الأولى في تاريخ البطريركية بطريرك الموارنة يعتذر من سيدات المرضى وإلى ما هنالك فإذا باللي ما بيلخبط وبيغلط سليمان بيك بيتصل بزوجي أبلين وبيقول له إجتك فرصة العمر بدك تطلق هلا بيمضي لك حلو حلو نانسي شو مجموعة مجلات فيك تقولي كتب اوكي كتب مجلات بس انا صار معي موقف واقعه بحب الثقافه كمان كمان القراءه
هلا بتهديها استاذ شوقي كتبها. قضيناها واقعين كل هالحلقه. لا، من شي حوالي الاسبوع تقريبا كنت مبلشه ببرنامج ببيروت، وعندنا فقره، انا بتعرفي صار لي سنتين قاعده كنت ما عم بعمل شيء وما عم بطلع على التي في وهيك لابسه ومظبطه حالي كعب هيك يعني. بقى في فقره عم نوزع كتب للاولاد الصغار تحت لي يقروا، لنشجعهم يقروا باللغه العربيه، وانا واقفه حامله هيك الكتب وناطره ليجي دوري. بتعرفي كلهم اولاد على السكوتر وهيك، بتجي بنت من وراء مش حاسه انا بتخبطني عن جد مثل الافلام، وقعد بالارض اجري طلعوا على الهواء. كان هيدا الشيء يعني قبل بشي دقيقتين بلال زميلنا قال لي ناس بليز فيك تعيديها، اذا بتطلع بتقولي نوي ما خبطه اكلتها، فيك تعيديها ترجع تاكلي الخبطه وتوقعي لك شو مهضوم بلال انا شو بحبها بلال قد ما لقيتها. كلنا بنتمنى تعيدها والله. سامعه الشوقي كله بيتمنى نتائجها غير وخيمه. استاذ دوري، نعم، شو شو طفيت؟ شو هاي؟ هيدي قصتها قصة تحرق مراحل. شو؟ مش احرق مراحل، بفترة معينة بحياتي كنت بمدرسة داخلي ما كان يطلع لنا فرص كتير، بالاحرى اهلي ما كانوا كتير قادرين يجوا ياخذوني بفرصة الويك اند. بقى مرة بقيت شي اسبوعين ثلاثة بالمدرسة الداخلي، بعدين اجوا اخذوني، بس رحت على البيت برجع بجيب معي كبريتي وبطلع على المدرسة، بنزل على الغرفة يلي بغسلوا فيها الثياب تبع التلاميذ تبعولنا، بتخبى فيها جوا بنطر تا يظهروا منها، بلقط الكبريت وبولع الغرفة كلها سوا. حلو. حلو كثير. حلو لدرجة انه اكلت قتلة بعد ما انا بتسوى حياتي. بس هلا. ايه بس زمت وزمت، لانه لو ما انتبهوا لها كان ولع المدرسة كلها، كانت ولعت. طبعا. استاذ مصطفى سعيد. استاذ ها؟ موزين انت جوعان؟ لا والله، هيدا قبل ما اكيد ما كانش وقتها في لقب استاذ ابدا، كان ممكن حد يتطلع يقول الكلام ده، كان من سنه 97 احسبوها مع نفسكم. وكنت في اول سنه ولا في اخر سنه اعدادي، لا في اول سنه ثانوي، اول سنه بكالوريا يعني. وكنت لسه مش اول مره اتعلم المشي لوحدي، بس كنت تماما اصبحت بروح واجي من المدرسه لوحدي على البيت. طيب، وانا بيتي يفصلني عن المدرسة محطة مترو واحدة فقط من ما يعرف اصطلاحا بمترو الأنفاق، مع أن المحطة اللي باخدها فوق الأرض، بس ماشي الحال. وبعدين إحنا يعني بنزل المحطة بمشي شارع طويل نسبيا حوالي أقل قليلا من كيلومتر علشان أوصل لبيتي اللي في حي المطرية، اللي هو في منطقة شعبية نسبية، يعني منطقة للطبقة المتوسطة أو دون المتوسطة إلى الفقيرة في الداخل. فأنا ماشي، طبعا هم في هذه الأحياء اللي هي فيها الناس المتوسطين الحال ودون المتوسط إلى الفقير إلى المعدم حتى في بعض سكان المقابر، في ناس بيفرشوا يبيعوا فاكهة وخضار على الأرض، مش على عربية، على الأرض. تماما. طيب، وهنا بقى العمل حكمه. أنا ماشي لقيت نفسي، لقيت رجلي جوه واحد فرشة موز. أوف فرشة صباطة. طيب، والأخ بقى أنه يعني هو طبعا في الأول جري شتم، ما يعرفش شتم، ماشي سوري أنا آسف يا سيدنا وبتاع، ما فيش، طلع ورايا بسكينه اللي بيقطعوا بيها الموز وهم يقولوا له حرام عليك دعمه، قال لي يعمل العين والقلب يلا الله يسلمك. وانقذت منه باعجوب، لا فعلا انه الراجل يعني انه انقذت. اجري بس انت معقول يعني تدعس له بموزته للزلمه يعني مصطفى؟ وانا اي والله استاذ شوقي شو حزام العفه؟ هو بيشبه شوي فعلا قريب من هالموضوع. شو القصه؟ هلا انا في مقالب كثير صار معي بالحياه يعني، لكن هيدي يمكن من اطرفها. فعلا كنت بالعشرينات وحبيت بنت يعني جميلة. ماضي. من سنتين. كم شهر. المهم انه وما كنت مهيئ للزواج مثل العادي، حتى لحد هلا مش مهيئ ما اصلا. ما كنت مهيئ بعده. مش مهيئ للزواج بوقت بعده لهلا مش مهيئ. برغم حبي لها الشديد وكذا بدي اهرب من استحقارات اللي متقدم لي شخص، فيا بتقدم يا بتضرب يا بتهرب يعني. فانا كان في دوره لحركه فتح، دوره عسكريه بمحرونه، وهي الضيعة الثانية أنا قريبا محرونة يعني. قلت بروح بعمل دورة،
دوره عسكريه، مش لاني مناضل صلب، بس هربا في الزواج، وهي اول مره بيكشف فيها. كرمال هيفا وهبي من هي بضيعت هيفا بالفعل. بالفعل بضيعت هيفا. وبعدين صحيح. انتبهت انه هي لها مآثر هالضيعه كثير. بقى المهم عملت دوره عسكريه، حطوني امر المعسكر باعتبار انه كنت صاير شاعر وشوي عندي قصايد معروف يعني، فاحتراما لإلي حطوني امر المعسكر. هلا ضمن الاشياء اللي بدنا ننفذها انه بدنا في حق للرمايه ولاشياء بدنا نفجر ديناميت بايد واحده، بده الواحد يمسك الكبريتي ويولعها ويحطها باصبع الديناميت. هلا هن معطيني بدله عسكريه بس واسعه علي ورابطينها بخيط مصيص، انا وعم بركض واذ تقشط البدله نصفيا يعني بتصير وين عند ركابي، فانا ويلي بدي الشرف المهتوك والعرض، ويلي بدي اهرب، بدي كمان ما تتفجر فيه الديناميت. ففعلا شو فضلت؟ لا فضلت اني انجو بحياتي يعني، فجرت تتجوز بس كانت صار البنطلون مش احيان لك تتجوز، صار البنطلون بالارض. وفعلا كل المعسكر شاف سيقاني، طبعا ما في نسبه بينه وبين سيقان هيفا وهبي، ولكن قررت انه ما اخرج بلا هذا الحزام على مدى حياتي. شو إبداع بزاع، تحية لك كبيرة. أنا يعني شو بقوله، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. من زمان ناطرين هاللقاء ما زبطت، وأخيرا مش الحال طبعا، ولو وكانت هالجلسة هيك مع هالضيوف يعني، هيدا هدية، هيدا هدية لشوقي، فيك تاخده على البيت بالضبط. أهلا وسهلا فيك، وناطرين كل أعمالك جديدة حقيقة. شوق بزاع، حضرتك شاعر كبير، نحن دائما بانتظار كل شيء بتقدمه. مش هيك بلشت غلطي باسمي، لانه من المعزي مثل ما عملتي مع فيرا، مثل ما صار مع فيرا. شو ابزاع، وتحيه لرنيم كمان. فيرا اهلا وسهلا فيك، نورتينا بكل شيء قلتيه وقدمتيه الليله وحكيتيه، ونحن بنحيي مواقفك الوطنيه، هيدا شيء مش جديد عليك. نانسي ناطرينك ان شاء الله يا جميله بالوحش. بدنا نشوف تمثيل ان شاء الله يكون على قد التوقعات، فبنتمنى لك كل الخير، وعم نتابعك ببيروت. دوري كل النجاح والتوفيق، لانه يعني اللي عم يطلعوا من برامج الهواة مش دائما عم بحالفهم الحظ، ان شاء الله يحالفك الحظ وتصير نجم كثير كبير. مصطفى سعيد اهلا وسهلا فيك، نورتنا. والختام معك، ختام مسك معك ومع صوتك ومع عودك، شو بدك تقول لنا وللمشاهدين؟ طيب حنبعد نسبيا عن المعنى السياسي المباشر. رباعية لجميل صدق الزهاوي، أحسابك تعرفه، شاعر عراقي من أول القرن العشرين مجد طبعا. كلنا سمع أستاذ مصطفى. لكنني قد كنت باسمك أقسم.